السلام عليكم، كيف حالكم يا أحبائي الصغار؟ ها قد عدنا لنلتقي معا في مجموعة جديدة من مجموعات الحيوانات التي لها عظام، وهي الأسماك. لكي تتابع معنا هذا الفيديو كالعادة، أحضر ورقة مسودة وقلم رصاص. في نهاية هذا الفيديو سوف تتعرف على مجموعة الأسماك وبعض مميزاتها. مجموعات الحيوانات التي لها عظام هي الطيور، البرمائيات، الثدييات، الأسماك والزواحف. تعلمنا سابقا مميزات الطيور ومميزات الثدييات، واليوم سوف نتعرف على مجموعة الأسماك. لاحظوا جيدا ماذا نرى هنا؟ أسماكا، أحسنتم. أين تعيش الأسماك؟ في الماء. هل لها عظام؟ راقبوا جيدا هذه الأسماك، ماذا يوجد بداخل أجسامها؟ أحسنتم، عظاما. وهل لديها مميزات أخرى؟ بالطبع لديها مميزات أخرى. هيا لنتعرف على هذه المميزات مع صديقنا عامر. مرحبا أصدقائي، كيف حالكم؟ يبدو أن شيئا علق بالصنارة، ولكن سنكمل الصيد لاحقا، لأن اليوم سنتحدث عن نوع آخر من الحيوانات الفقرية، الأسماك. الأسماك حيوانات مائية لأنها تستطيع العيش في المياه العذبة أو المياه المالحة، كما أنها حيوانات بيوضة، وهذا يعني أنها تضع البيض ويفقس منها الصغار، وأيضا لديها زعانف وذيلا في نهاية جسدها يساعدانها على التحرك بسهولة. كما ترون جسمها مغطى بالقشور، ولأنها حيوانات مائية فهي تتنفس بواسطة الخياشيم، ولديها هيكل عظمي بسيط. هل تعلمون أن هناك أسماك كالسلمون تسافر مسافات طويلة وتنتقل من المياه المالحة إلى المياه العذبة؟ يا لها من رحلة! يا إلهي، أعتقد أنني اصطدت شيئا، أراكم لاحقا. هيا يا أحبائي لنتذكر معا ما تعلمناه في هذا الفيديو لننفذ هذه التمارين. أصل السمكة بغطاء جسمها، ريش، قشور، شعر. هيا فكر قليلا. قشور، أحسنت. تذكر ثم نفذ. أحوق بعض مميزات الأسماك: تبيض، تلد، خياشيم، زعانف، رئتان. هيا، زعانف، أحسنت. هل تلد أم تبيض؟ تبيض، ممتاز. هل لها خياشيم أم رئتان؟ خياشيم. تعلمنا في هذا الدرس أن للأسماك مميزات عدة، وهي يغطي جسمها القشور، تعيش في الماء، تبيض. أما المفردات التي تعلمناها في هذا الدرس فهي الأسماك، القشور، الخياشيم. هيا يا صغيري احفظ الملخص ثم نفذ البطاقة المرفقة. إلى اللقاء.